مثل اي اعلامي بحب يبوب لمجلته، لبرنامجه، لموقع، موقع فني او موقع اخبار نجوميه او فنيه. انا بقول انه عنوان مجله نادين كان هو سؤال طريف من قبل فدوى رفاعي مديره التحرير مجله نادين، كانت عم تسالني عن هذا الموضوع، فقلت لها هل يوجد اكبر من هذا الصدر ليتسع لحب الفن والجمهور؟ ما كان قصدي انه بالحجم او بالمعنى المادي، تبع المعنى المادي اللي بيتعلق بهذا العنوان. بس طبعا للاسف بعض الاشخاص بياخذوها لقشوره وللمعنى المادي تبعها، مثل ما يعني شايفين هلا بالوسط انه بيلحقوا السخافه اكثر من السقافه. ولكن السؤال هنا، يا ترى ليال كانت عارفه ان المجله هتنزل العنوان بالشكل ده ولا اتفاجئت بيه؟ خبروني انه العنوان رح يكون كثير قوي وجريء. يعني النزلة أنا عناوين قبل ما كانت تجذب وتشد بهالطريقة، ما حبينا نلعب على الكلام بقدر ما أنه يكون الموضوع طريف يلحقوا شو قصة ليال بالخبرية. يعني ليال شرحت لنا أكتر عن اللي كانت تقصده من عنوان المجلة دي، واعتبرتها كمان مرحلة انتقالية في حياتها، وإنها لازم تحسب قراراتها أحسن من كده. أنا قلت أنه عن جد هذا العنوان كان هو نقطة حساسة أو مرحلة انتقال عندي بحياتي، تعرف مين اللي بحبني ومين اللي بيكرهني. عندي فانز من أستراليا، أمريكا، يعني هالبلبلة وصلت لكل بيت. بس إن شاء الله تكون عرفت الناس عني أنه أنا كان قصدي شريف بالموضوع، ما قصدي المعنى المادي، ما قصدي المعنى الجوهري. الفحوى الموضوع هو أنه قلبي كبير يتسع لكل الناس واللي بيحبوني واللي بيكرهوني، وللفن وللجمهور. كتير من الفنانات بيحبوا يوصلوا للجمهور عن طريق الظهور بشكل معين، بيعتمدوا فيه أكتر على الملابس الجريئة. ده السؤال اللي جاوبت عليه ليال إذا كانت هتتبع نفس الأسلوب ده ولا لأ. فنانات هوليوود بيلحقوا الموضة، ما خص التعري، خص أنه تطلع بستيل حلو ما بيشبه حدا، منه مقلد، منه نسخة، يكون حلو بالبقلة وبالناس بحبوها وبيتقبلوها مثل ما كانت. يعني لوين مستعدة توصل لجرأتك ليال؟ بالإطلالات؟ جرأتي إلى حدود طبعا، يعني ما حكون لابسة لنجري وانزل فيها أو مايو مثلا بيكيني أو شيء، لا أكيد عندي ضوابط وتقاليد وعادات بلتزم فيها. بطلع بفستان جريء حلو العالم بتحبه، أكيد بطلع، ما عندي مشكلة. ومش هيدا الشيء هو اللي بيصنف الفنان إذا كان صف أول ولا فنان تعري ولا مستوى هابط.